السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع للأسف ما بقاش في واقع، أو علشان نكون أكثر دقة إحنا بنودع الواقع، ولو مش فاهم خلينا أشرح لك. سنة 2007 الشرطة البلجيكية أعلنت إنها بتحقق في قضية اغتصاب افتراضي. تقول لي يعني إيه اغتصاب افتراضي؟ أقول لك يعني واحد كان بيلعب لعبة افتراضية اسمها سكند لايف على الإنترنت. اللعبة دي بتمكنك كمستخدم إنك تتحكم باللاعب الافتراضي وتخليه ينفذ اللي أنت عاوزه. فما كان من المستخدم المتهم بالاغتصاب إلا إنه استخدم اللاعب الافتراضي اللي في اللعبة واغتصب من خلاله لاعبة افتراضية في نفس اللعبة بتستخدمها بنت أو سيدة أونلاين. أنت فاهم اللي حصل؟ نقول تاني. أنت وزميلتك بتلعبوا لعبة أونلاين. اللعبة دي بتدي لك إمكانية استخدام الشخصية اللي أنت بتلعب بيها علشان تنفذ اللي أنت عاوزه. فما كان من حضرتك إلا إنك استخدمت شخصيتك الإلكترونية الافتراضية دي في إنك تغتصب شخصية زميلتك الافتراضية الإلكترونية في نفس اللعبة. زميلتك ما جرالهاش حاجة، لكن شخصيتها الإلكترونية في اللعبة هي اللي تعرضت للاغتصاب. حضرتك تقول لي طيب ما دامت زميلتي سليمة وما حصلهاش حاجة، إيه اللي دخل الشرطة في الموضوع؟ أقول لك لا، زميلتك صحيح جسمانيا سليمة، لكن نفسيا هي عاشت تجربة الاغتصاب في اللعبة أو العالم الافتراضي ده، وبناء عليه راحت قدمت بلاغ للشرطة، والشرطة فعليا اعتبرتها جريمة وحققت فيها. وخد بالك مجلس النواب في مصر مؤخرا دخل تعديلات على القانون لتغليظ عقوبة التحرش من جنحة لجناية، لكن الأهم انه ضم للقانون حالات التحرش على السوشيال ميديا زي الفيسبوك والواتساب وغيرها. تقول لي طيب دي حادثة فردية، وما دامت البنت ما اتلمستش يبقى اللي اتكسر يتصلح واندلت اللعبة من على الموبايل وخلاص. اقول لك طيب اسمع الحكاية دي. سنة 2014 طلع علينا اخونا مارك روكسبرج مؤسس فيسبوك واعلن انه اشترى شركة اسمها Oculus VR بقيمة 2 مليار دولار. ليه بقول لك الرقم؟ علشان تقدر تقيم بنفسك الراجل ده بيرمي فلوسه في الارض ولا لا. دي شركة متخصصة في تطوير العالم الافتراضي، اللي هو حضرتك تلبس النظارة دي وتعيش في عالم افتراضي انت بتختاره بنفسك. تمام كده؟ تمام. العالم كله كان فرحان بالاختراع ده لانه هيساعد في انك تدرس في اكبر جامعات العالم وانت في بيتك، او تتعالج على ايد اشهر اطباء العالم وانت برضو قاعد في بيتك، او ان الجيوش يتم تدريبها في واقع افتراضي قبل تنفيذ مهماتها العسكرية على الارض، او ان رواد الفضاء يختبروا مهماتهم في الفضاء الافتراضي قبل ما يطلعوا فعليا للفضاء، وغيرها من التجارب اللي نفسك تعيشها او على الاقل تجربها. لكن اللي حصل بعد كده كان صدمة لكل الناس. وقبل ما اقولك على الصدمة خليني اقولك الاول النظارة دي بتشتغل ازاي. بمجرد ما بتلبسها حضرتك بتتحول لشخص افتراضي بصورتك وجسمك وكل تفاصيلك، وكذلك الناس اللي بتتصل بيهم او بتلعب معاهم اي لعبة انتوا بتختاروها، او حتى لو في اجتماع مع زمايلك في الشغل، وشخصياتكم الافتراضية هي اللي بتتعامل مع بعض بناء على اختياراتكم انتوا. يعني مثلا ممكن تطلب من شخصيتك الافتراضية انها تقف او تجري او تشرب عصير او تسلم على زميلتك او تحضنها او اي حاجة انت عاوزها. تمام كده؟ تمام. اللي حصل بقى انهم بعد ما بدأوا يستخدموا النظارة دي في مجالات مختلفة زي اجتماعات الشغل والالعاب الالكترونية وغيرها، راحوا عملوا استطلاع رأي سنة 2016 بين الرجالة والسيدات وسألوهم ايه اكتر حاجة ضايقتكم من الواقع الافتراضي اللي اشتركتوا فيه. فكانت النتيجة ان 49% من السيدات اتعرضوا للتحرش. تقول لي معقول؟ اقول لك اه معقول. البنات اللي بتسمعنا تقول ده لانكم مجتمع ذكوري متعفن اصلا، لكن خلينا اقول لحضرتك ان 36% من الرجالة هم كمان اتعرضوا للتحرش. حتى الرجالة اتعرضوا للتحرش من السيدات. طبعا دي كانت صدمة كبيرة لكل اللي بيتابع موضوع الواقع الافتراضي ده، وطرح اسئلة كتير زي مثلا هنسيطر على الموضوع ده ازاي، خصوصا وان التكنولوجيا دي لسه جديدة ومفيش قوانين كتير بتحكمها. لكن الاهم بالنسبه لاصحاب شركات الواقع الافتراضي هي الارباح اللي ممكن تتاثر بالدعايه السلبيه لمشروعهم، خصوصا وانهم بيتوقعوا ان ارباح الواقع الافتراضي تزيد سنه 2024 ل 24.5 مليار دولار. حضرتك متخيل الارباح عامله ازاي بعد ما كانت 829 مليون دولار سنه 2018؟ بيتوقعوا ان الرقم ده يتضاعف لاكثر من 4 مليار دولار سنه 2023، يعني هيكسبوا 4 مليار دولار في السنه الواحده. ودي ارقام بالنسبه لاصحاب راس المال، الناس اللي بتفكر بزنس، اهم بكتير من قضايا التحرش. وهنا سؤال مهم، هل الموضوع له ابعاد تانية؟ اقول لك ايوه ليه ابعاد تانية. في تقرير لشركه برايس ووتر هاوس قالت ان مع تطور تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وبعد ما ظهرت الحاجة لاستخدامه بعد أزمة فيروس كورونا، وتوجه الناس في كل المجالات لاستخدام الانترنت زي التعليم اونلاين والشغل اونلاين والتسوق اونلاين، التقرير لاحظ ان شركات كتير في العالم بدأت تستبدل نظام شغلها العادي اللي هو الموظف بدل ما يشتغل من مقر الشركة قالك لا يشتغل من بيته بنظام الواقع الافتراضي. يعني الموظف يصحى الصبح يلبس النظارة على سريره ويحضر الاجتماع مع المدير ويكمل شغله مع زمايله عادي بالنظارة وهو قاعد في بيته،
وهنا التقرير قال ان سنة 2030 عدد الموظفين اللي هيشتغلوا بالطريقة دي هيتجاوز 23 مليون موظف. وهنا حضرتك تسأل سؤال بديهي، ليه صاحب الشركة يريح الموظف بالشكل ده؟ ولا بيطبق نظرية المدير الحنين رزق؟ اقول لك المدير مش حنين ولا حاجة، لانه لما يعمل كده ويشغلك من البيت فهو وفر ايجار مبنى الشركة ووفر الكهرباء والمية، حتى فرش مكتبك وفر تمنه، حرفيا ما بقاش بيدفع حاجة من جيبه غير مرتبك، وفي نهاية الشهر هيحاسبك على التارجت. يعني لو حضرتك متخيل انك هتلعب وتزوغ وتقضي ساعات الشغل نوم فانت غلطان، لانه هيحاسبك على انتاجك، ولو قصرت هيقولك مع السلامة ويجيب غيرك. وما تنساش ان سنة 2020 السنة اللي فاتت في اكتر من 114 مليون موظف في العالم خسروا وظائفهم بسبب فيروس كورونا. الشركات علشان توفر كم مليون فصلت الموظفين من شغلهم. وهنا الخطورة، الخطورة ان بسبب الواقع الافتراضي ده في اسواق كتير هتقع واسواق تانية هتكسب مليارات. الاسواق اللي هتقع زي سوق المواصلات، حضرتك ما بقتش بتروح الشغل ولا المدرسة ولا السوبر ماركت، كله الكتروني، حضرتك ما بقتش تنزل من بيتكم اصلا، فالمواصلات مش هتلاقي اللي يركبها، ودي تجربة عشناها فعليا في ازمة كورونا. فمثلا سنة 2020 وبسبب فيروس كورونا سوق رحلات الطيران خسر اكتر من 118 مليار دولار، اكتر من 76% انخفاض في حجز الرحلات الجوية، اكتر من 42% انخفاض في الرحلات التجارية، اكتر من 27% انخفاض في حركة مرور الطيران بشكل عام. وانا هنا بكلمك عن الطيران اللي مش ناس كتير بتستخدمه، فما بالك بالمواصلات العادية اللي ملايين الناس بتستخدمها. لكن في المقابل في اسواق تانية هتنتعش زي سوق الالكترونيات، الناس هتشتري اجهزة واقع افتراضي اكتر، هيشتروا اجهزة الكترونية اكتر. سوق تاني زي سوق المبرمجين، المبرمج ده هيبقى زيه زي العالم بالظبط، الكون واحتياجات البشر هتتمحور حواليه، مؤسسات كتير هتقع زي المستشفيات، وافراد كتير هتزيد ثروتهم زي الاطباء، لانك بعد ما كنت لما تتعب تروح المستشفى علشان تكشف، دلوقتي بتكنولوجيا الواقع الافتراضي هتقدر تبعت خريطة جسمك للطبيب وهو قاعد في بيته وانت قاعد في بيتك، وتدخل معاه في اتصال افتراضي ويكشف عليك ويكتب لك العلاج. شفت الموضوع هيبقى سهل ازاي؟ لكن السهولة دي تخوف. ليه؟ هقولك، لما حياتك تتحول بالكامل لبيانات متصلة بالانترنت، ما سألتش نفسك مين هيبقى مطلع على البيانات دي؟ ده احنا لسه شغالين على 4G والناس بتتخانق مع منصات السوشيال ميديا لما عرفوا انها بتبيع بياناتهم لشركات الاعلانات. حضرتك تبقى عاوز تشتري قميص تلاقي صفحات محلات الملابس بدأت تظهر لك على صفحات التواصل الاجتماعي. طيب هم عرفوا منين ان عاوز اشتري قميص؟ اما ان حضرتك بحثت عن الملابس فمحرك البحث عارف اللي انت بتدور عليه، او ان ميكروفون موبايلك سمعك وانت بتتكلم مع حد وتقول له انك عاوز تشتري قميص، او ان الجي بي اس في موبايلك سجل انك دخلت محل ملابس فخد البيانات دي وباعها لشركات الملابس، فبداوا يظهروا على صفحتك علشان يعرضوا عليك المنتج اللي انت محتاجه. فما بالك بقى لما شبكه ال5G تشتغل. وده بالمناسبه اللي بيفسر ليه امريكا والصين بيتنافسوا على مين اللي يمتلك عقود تشغيل شبكات ال5G في العالم. هم عارفين ان ال5G هي مستقبل جمع البيانات، يعني مستقبل التجاره والصناعه والحروب. اللي بيمتلك البيانات النهارده هو اللي بيمتلك النفوذ، وده اللي بيفسر ليه دولة زي مصر بتبني الأوكتاجون أو وزارة الدفاع الجديدة. الأوكتاجون مش مجرد شوية مباني، لكن الهدف الأساسي منه هو حماية بيانات الدولة المصرية سواء العسكرية أو المدنية، وده شرحناه بالتفصيل في حلقة سر الأوكتاجون. المهم نرجع للواقع الافتراضي. كان في لعبة انتشرت بشكل كبير اسمها بوكيمون. اللعبة عبارة عن انك بتفتح كاميرا الموبايل وتمشي في الشوارع لحد ما تظهر لك حاجات في الكاميرا تجمعها، وكل ما تجمع اكتر كل ما تكسب، لحد ما الناس في امريكا رفعوا قضايا على الشركة اللي اخترعت اللعبة. ليه يا فندم؟ ايه اللي مزعلك؟ اتضح ان الشركة حطت حاجات من اللي المستخدمين بيدوروا عليها علشان يجمعوها جنب بيوت الناس اللي رفعوا قضايا. يعني حضرتك كل شوية تلاقي زحمة قدام بيتك، خير يا جماعة؟ يقولك لا مفيش، ده شوية ناس بيلعبوا بوكيمون قدام بيتك. طبعا الامريكان اعتبروها اعتداء على خصوصيتهم ورفعوا قضايا على الشركة، لدرجة ان في لعبة تانية اسمها سكند لايف مجموعة من المستخدمين فيها رفعوا قضايا على مستخدمين تانيين. خير يا جماعة، تحرش ولا ايه؟ قالك لا احنا اتسرقنا. اتسرقتوا ازاي يا جماعة؟ قالك في ناس بيلعبوا معانا سرقوا ممتلكاتنا الافتراضية في اللعبة. يعني ايه ممتلكات افتراضية؟ هقولك، احيانا بعض الالعاب بتديلك فلوس مقابل الهدايا اللي بتجمعها في اللعبة، فلما حد يسرق منك الهدايا اللي انت بتجمعها دي حتى لو افتراضية فهو فعليا بيسرق منك فلوس. وفعلا سنة 2012 قدم اكتر من 57 الف مستخدم دعاوى قضائية ضد مستخدمين تانيين بتهمة سرقة ممتلكات افتراضية في لعبة الكترونية. وخد بالك هنا احنا بنتكلم عن العاب الكترونية مستحدثة، يعني لسه مخترعينها قريب، فممكن ما يكونش في قوانين تنظمها او تحكمها اصلا، وبالتالي انت محتاج تسن وتشرع قوانين جديدة الاول علشان تقدر تفصل في القضايا دي. موضوع كبير مش هزار. طيب عاوزك بقى تطبق تكنولوجيا الواقع الافتراضي دي في خيالك على مصر او الدول العربية،
وخصوصا على منصات زي تيك توك ولايكي وغيرها. تخيل معايا كده ان في حد بنظارة الواقع الافتراضي دي يقدر يبقى موجود مع بنتك في اوضتها. ايه اللي ممكن يحصل لبناتنا وولادنا ومجتمعنا بشكل عام؟ خلوا بالكم من ولادكم وبناتكم من التطور التكنولوجي الرهيب اللي مش حاسين بيه. استفيدوا من ايجابياته لكن اوعوا تنسوا سلبياته، واوعوا تخدعوا نفسكم بانه لسه بعيد او صعب يتحقق. لازم من دلوقتي تستعد للمستقبل ما تعرفش عنه حاجه. طيب هتستعد له ازاي وانت ما تعرفش عنه حاجه؟ ما انا حكيت لك اهو اللي هيحصل في المستقبل. دوري انبهك للي ممكن ما تكونش شايفه، ودورك انت انك تستعد له. لو استفدت من الحلقه ادعمنا في نشرها، ولو ما استفدتش بنعتذر لك جدا على وقتك، وباذن الله نضاعف من جهدنا الحلقات الجايه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. The world is run on secrets.